بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أحبائي البراعم في هذا الشريط الجديد، وهو الشريط الثاني من أشرطة قصص القرآن. وعلى هذا الشريط سنتعرف معا على قصة خمسة من الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، وهم سيدنا لوط، سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل، وسيدنا يوسف، وسيدنا شعيب. والقصة تحتاج إلى إسراء وفهم جيدين، وأنتم كما أحسبكم مجتهدون فاهمون، تحبون النصيحة وتستفيدون منها إن شاء الله. تعالوا نبدأ بالاستماع إلى قصة سيدنا لوط، ورقمها القصة السادسة في قصص القرآن الكريم. هناك مدينة من المدن عاش فيها الناس في ضلال وجهل وفساد. الناس فيها لا يحبون النصيحة ولا يحبون الصدق ولا يستمعون إلى واعظ يعظهم. انتشرت بينهم الأخلاق الفاسدة كالكذب والسلب والنهب والخيانة والغدر، كل هذا انتشر بينهم، وصاروا يفتخرون بهذه الأخلاق السيئة. إلا أنهم لم يقفوا عند هذا الحد، ولقد سبقوا الأقوام الأخرى إلى سيئة لم يرتكبها غيرهم، سيئة ليتهم لم يرتكبوها. إن الله قد أنعم عليهم بالنساء لكي يتزوجوا منهن ويعمر هذا الكون بالذرية الطيبة الطاهرة، أما هم فأبوا أن يتزوجوا من النساء وتركوا ما أحل الله لهم وسلكوا طريق الفاحشة مع الذكور والعياذ بالله، وهذا حرام كما تعلمون. وليتهم لم يفتخروا بهذه الخطيئة الجديدة، ليتهم ستروا هذا البلاء الذي وقعوا فيه أو حاولوا التخلص منه أو البعد عنه. أبدا، فقد فعلوا هذه الفاحشة ودعوا إليها جهرا في نواديهم وأماكنهم العامة. أصبحت أخلاقهم رخيصة إلى درجة كبيرة لا يتصورها إنسان. وإذا وصل القوم إلى هذا الحد، فمن رحمة الله أيضا أن ينقذهم من هذا الضلال، وأن يرسل إليهم رجلا صالحا يدعوهم إلى الخير وإلى الصلاح. هناك رجل بينهم عليه سماء الصلاح والخير، اسمه لوط. ولوط هذا هو النبي الذي بعثه الله بينهم. فهو ذا لوط عليه السلام يباشر دعوته بأمر من الله، ويطلب من الناس السيئين أن يبتعدوا عن السيئات، وأن يتركوا الفواحش، وأن يتركوا ما حرم الله، وأن يسلكوا الطريق الحلال. يقول لهم: يا قوم توبوا إلى الله، يا قوم طهروا أنفسكم، يا قوم ما كان الله ليترككم دون هداية، لذلك أرسلني إليكم، فاتبعوني إلى الصراط المستقيم. لكن القوم استكبروا وأصروا وتآمروا على أن يخرجوا لوطا، لأنه لا يريد فعل الفاحشة مثله. وكل الذين صدقوا بلوط، وعددهم قليل جدا، أيضا وقعوا في حبال المؤامرة. لقد أراد القوم السيئون أن يبعدوا لوطا والذين آمنوا معه، لأن لوطا والمؤمنين كما ذكرت متطهرون، هذا هو الذنب. وعجيب أمرهم، الطاهر المتطهر الذي يبتعد عن الفاحشة ينذر وتقام عليه الدنيا، لأنه لا يريد أن يسلك معهم طريق الشر. لقد توعدوا سيدنا لوطا عليه السلام، وتوعدوا الذين اتبعوه من القلة، وأنذروهم
دون أن يقترفوا إثما أو ذنبا يستحق الطرد والإخراج. ولما رأى سيدنا لوط منهم هذا العناد وهذا الاستكبار أعاد عليهم النصيحة بأسلوب جميل، وحذرهم من نتيجة تآمرهم، وبين لهم أنهم إذا لم يتوبوا إلى الله ويتركوا هذه المعاصي فإن الله سينزل عليهم عذابا وعقابا من السماء. فالله ليس بغافل عما يفعلون، والله لا يحب المفسدين، بل إنه يحب الذي يرجع إليه ويتوب عن الذنب وعن الفواحش. أيضا أصروا على موقفهم السيء، وأصروا على أن يخرجوا لوطا من القرية ومن المدينة التي هو فيها لأنه متطهر. فسأل لوط ربه أن ينصره وأن ينزل عقوبته على الكافرين، واستجاب الله دعاء سيدنا لوط عليه السلام، وأرسل ملائكة من السماء لكي تنصر لوطا وتوقع الهلاك بالكافرين. فهؤلاء المفسدون قد جهروا بفسادهم، ولوط لم يقصر معهم، بل حذرهم ودعاهم ومنعهم فلم يستجيبوا له. والله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل هذا العذاب أيها الأحبة. جاء الملائكة بهيئة بشر ودخلوا منزل لوط عليه السلام، فخاف لوط وهو لا يعرف من هم، خاف أن يصيبهم أذى من القوم. وامرأة لوط كانت كافرة، فأشاعت الخبر، فأتى القوم مسرعين إلى منزل سيدنا لوط، وهم يحسبون أن الملائكة إنما هم شباب حسان ينتظرون نية سيئة أو عملا من عمل الفواحش، إنهم يفكرون تفكيرا ظالما. طرقوا الباب على سيدنا لوط ودخلوا على لوط، فخاف أن يفضحه القوم بفاحشتهم المعروفة، وحاول لوط أن يكتم أمره عن الضيوف وهو لا يعرف أنهم ملائكة، لكنهم ابتسموا في وجهه وقالوا: لا تخف لا تخف، إنهم لن يصلوا إلينا، وإنا سننجيك بأمر من الله، وإننا نطلب منك أن تترك البيت في آخر الليل، لا تخف علينا، نحن ابتعد مع من آمن عن هذه القرية التي سينزل عليها العذاب، وإياك أن تأخذ معك زوجتك الكافرة، فإنها معهم من المعذبين، وهي مثلهم تعمل على مساعدتهم. وكل كافر أيها الأحبة يستحق العقاب إن لم يتب إلى الله. في قصة سابقة رأينا أن ابن سيدنا نوح عليه السلام لم يستجب لنصح والده، فأغرقه الله مع من غرقوا في الطوفان. وهنا زوجة لوط عليه السلام لن تنجو من العذاب، فإن العذاب سوف يلحق بها مع من ابتعد عن النصح والصلاح والخير. خرج لوط وأهله إلا امرأته، وفارق تلك القرية غير آسف عليها، حتى إذا صار بعيدا عنها جاء الأمر من السماء بنزول العذاب. ما هو العذاب؟ حجارة وزلزال وانقلاب في البيوت وتهدم في الجدران، السقوف قد هبطت وأصبح العالي إلى الأسفل والأسفل إلى فوق. ماذا جرى؟ إنه العذاب على أيدي الملائكة بإذن من الله. صارت البيوت مهدمة والجثث مبعثرة، كل هذا جزاء عملهم الشنيع وكفرهم وعنادهم. صيحة واحدة من السماء كانت عذابا من جنس فعلهم، إنهم قلبوا النعم التي أنعم الله بها عليهم
فقلب الله عليهم حياتهم وسعادتهم، وهذه نتيجة كل من يرفض الهداية والصلاح. وابتعد لوط ونظر إلى القوم الذين أصبحوا صرعا، وعرف أن الذي يجاهد ويصبر ويتحمل العذاب فإن النصر سيكون معه في النهاية، وأن الله لا يهلك إلا كل متكبر جبار. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.